بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل شابتر 7، موضوع التشفير او الكريبتوغرافي. هناخد النهارده ان شاء الله الجزء الثاني، بارت 2 من موضوع التشفير. نشوف السلايدز بتقول ايه. النهارده هيتكلم عن انواع التشفير. احنا قلنا التشفير العادي اللي هو باستخدام الكيز، وفرقنا بين الانكريبشن وبين الهاشينج. النهاردة هنشوف انواع التشفير وطرق التشفير بتتم ازاي. انواع التشفير يا اما قلنا انها بتتم عن طريق الكيز. طيب يا ترى هل في عملية التشفير هنستخدم نفس الكي في التشفير وفك التشفير، ولا هنستخدم الكي بير او التو كيز في التشفير وفك التشفير؟ ده يرجع لنوع عملية الانكريبشن نفسها. يبقى الانكريبشن تايبس، اول حاجه اللي هو السيمتريك، اللي هو سيمتريك انكريبشن اللي هو المتماثل، او بيسموه السنجل كي انكريبشن، او بيسموه الشيرد كي انكريبشن. في عمليه السيمتريك انكريبشن بيبقى فيه عندي 1 كي، كي واحد، مفتاح واحد بنستخدمه في التشفير وفك التشفير. وطبعا ده بيكون سريع جدا، اسرع من ان انا استخدم 2 كيز في التشفير، واحد يستخدم في التشفير والتاني يستخدم فك التشفير. السنجل كي هو افضل واسرع، لكن في شويه مشاكل هنشوفها دلوقتي. طيب يبقى اول حاجه السيمتريك انكريبشن هو سنجل كي تو انكريبت اند ديكريبت، فيري فاست، سريع جدا. الكي ديستريبيوشن اند مانجمنت از ديفيكلت. هنا بقى تيجي عمليه الايه، اول مشاكل هتقابلنا في عمليه السيمتريك انكريبشن. زي ما انت شايف السيمتريك انكريبشن هو كويس جدا وسريع جدا، لكن هيبقى عندي مشكله في نقل الكي، لان زي ما انت شايف بقى في عندي كي واحد، نفس الكي فور انكريبشن اند ذا سيم كي فور ديكريبشن، نفس الكي في الانكريبشن التشفير وفك التشفير. فالكي ده لو اي حد قدر يحصل عليه هيقدر يشفر، هيقدر يفك تشفير اي داتا. خلاص. فده كانت مشكلة الايه؟ كانت مشكلة السيمتريك انكريبشن، ان عندي الديستريبيوشن عملية نقل الكي ده من جهاز للتاني، لان عندي جهاز اهو، او نشوف الوان نوت افضل. لو عندي جهازين اهم هيشتغل مع بعض بنظام السيمتريك انكريبشن. ف هنا هحتاج، هيبقى عندي مشكله في نقل الكي من الجهاز ده للجهاز ده، لان هو نفس الكي اللي يستخدم في التشفير وفي فك التشفير. فلو اي حد قدر يعمل ستيلنج الكي ده وخده، هيقدر يفك تشفير اي ترافيك مشفر بالكي ده منقول بين الجهازين دول. فدي كانت مشكله في عمليه الايه، في عمليه السيمتريك انكريبشن، ودي اكبر مشكله من مشاكل السيمتريك انكريبشن. وعشان كده هو يفضل يعني يستخدم لوكال في النتورك، او ما يبقاش بابليك اوفر انترنت. لكن اوفر انترنت بنستخدم طرق تانية اللي هي الايه، اللي هي الاسيمتريك انكريبشن. خلاص. طيب هنا ذا ديليفري اوف ذا كي فور ذا سكيورتي شانل ماست بي دان اوف لاين. لازم انا اروح على كل جهاز واحط فيه الايه، الكي ده اللي يستخدم في عمليه الايه، في عمليه التشفير وفك التشفير. طبعا ده نوت براكتيكال، مش كويس في اللارج انفايرمنت زي الانترنت مثلا، ما ينفعش ان انا استخدمه اوفر انترنت. خلاص. وطبعا doesn't provide a non repudiation. هنا طبعا سنجل كي، لو تفتكر في المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن non repudiation، قلنا ان احنا بنثبت ان شخص معين هو اللي شفر ترافيك معين. ليه؟ لان احنا معانا البابليك كي بتاعه وجاي لازم مشفره منه، او داتا سايند ممضيه بالايه، بالبرايفت كي بتاعه. وطالما البابليك كي بتاعه هو اللي فكها، يبقى كده ايه، انا بثبت ان الشخص ده هو اللي فعلا شفر الداتا دي. خلاص. فدي من ضمن مشاكل الايه، السيمتريك انكريبشن، ان هو بيعمل ليش doesn't provide non repudiation. بعد كده برضو number of keys needed for a mix of user. يعني لو عندي اكتر من شخص حابب انه يعمل اتصال بالشكل ده، كده هيبقى عندي عدد كيز كتير. ليه؟ لو عندي مثلا جهاز ثالث وجهاز رابع مثلا دخلوا في عمليه الانكريبشن، مش هينفع الكي الواحد بيستخدم في السيشن الواحده. يعني ايه؟ يعني لو عندي اربع اجهزه هم بنفس نفس الشكل ده كده، الاربع اجهزه دول عاوزين يشتغلوا مع بعض سيمتريك انكريبشن، فبين ده وبين ده كده فيه ادا كي مستخدم، ادي واحد،
وبين ده وده ادا كي تاني، وبين ده وبين ده ادا كي تالت، وبين ده وبين ده ادا كي رابع، وبين ده وده كي كمان كده خمسة، وبين ده وده نفس الكي او كي كمان، يبقى كده ستة. يبقى عشان اربع اجهزة يشتغل مع بعض بطريقة السيمتريك انكريبشن يبقى كده هحتاج ستة كيز في العملية دي، لان بين كل جهاز والتاني يعني مينفعش مثلا ان الكي المستخدم بين ده وده يرجع ده يستخدمه تاني مع جهاز تاني، لا هو بيستخدم في السيشن واحدة كي معين وبيتغير او بيستخدم واحد تاني لو حب يعمل ايه اتصال تاني، تمام كده. فدي من كاب برضو من ضمن مشاكل الايه السيمتريك انكريبشن. يبقى نمبر اوف كيز، نمبر اوف كيز needed for a mix of users want to communicate together هيبقى كام؟ n في n ناقص 1 على 2. لو حبينا نحسبها على المعادله دي، لو عندي مثلا مجموعه اجهزه عاوزين يتصلوا ببعض سيمتريك، عشان تحسب عدد الكيز تقدر تضرب n في n ناقص 1، يعني عددهم في عددهم ناقص 1 وتقسم على 2. يعني هنا في المثال ده عندي كام جهاز؟ 1 2 3 4 اجهزه، 4 في n ناقص 1 في 4 ناقص 1، 4 في 3 بيطلع ب 12، 12 على 2 يطلع لك 6 كيز فعلا زي ما حسبناه. ادي 1 2 3 4 5 و 6، 6 ايه؟ 6 كيس هيستخدموا في الايه؟ في الشكل اللي انت شايفه ده. طيب لو 3 اجهزة، انا عندي مثلا لو 3 كي، لو 3 اجهزة هم عاوزين يتصلوا، يبقى عندي كام كي؟ ادي 1 ومن ده لده ادي كده 2 وبين ده وده ادي كده 3. طب 3 طب نحسبها كده بقى بالمعادله اللي عندنا، ان في ان ناقص 1 3 في 2 ب 6 على 2 يديك كام كي؟ 3 كي، وقيس على كده تمام. يبقى لما عدد الاجهزه في عددهم ناقص 1 على 2 يديك عدد الكيز اللي احنا هنحتاجهم في عمليه السيمتريك انكريبشن بين عدد معين من ايه؟ من الاجهزه. طيب عشان كده 3 persons need 3 keys، 4 needs ايه 6 keys to communicate together securely. خلاص ده كده الايه؟ ده كده السيمتريك انكريبشن كويس وسريع، لكن نقل الكي من مكان من جهاز للتاني ذا سيم كي، نقل الكي من مكان من جهاز لجهاز تاني هو المشكله. تاني حاجه في حاجات مفتقده ان هو نون بروفايد دازنت بروفايد نون ريبيديشن. تالت حاجه عدد الكيز هيكتر في الايه؟ في الشبكه. ايه بقى الالجوريزمز اللي بتستخدم الكي، اللي بتستخدم الموضوع السيمتريك انكريبشن ده؟ في عندي الجوريزمز زي الدس، طبعا اكيد سمعنا عن الحاجات دي قبل كده بس هنعيدها من تاني. الدس هو الجوريزم شغال بنظام، شغال بلوكينج بنظام بلوك سيفر، بلوك سيفر الجوريزم شغال طبعا سيمتريك، ذا سيم كي فور انكريبشن اند ذا سيم كي فور ديكريبشن تمام. ده الكي لينث بتاعه طول الكي 56 بت زائد 8 بت ريزيرفد فور باريتي. طبعا ما تشغلش نفسك بالموضوع ده، يعني ايه مش مطالب بيه، لكن هو الفعل فيه 56 بت في نظام الدس، 56 بت فور انكريبشن، وعندي الكي فيه 8 بت ريزيرفد فور باريتي. خلاص وقايم عليه بروتوكول اسمه الاي دي اي اي. هنا ده هنا بشرح لك موضوع الباريتي ده، طيب نوضحه عشان نخلص من. بص ادى الكي في الدس، كي 64 بت متقسم 8 بايتس، عارفين ان البايت الواحد 8 بت تمام، دول 4 وفي كمان 4 هنا. المهم ناخد البايت الواحد، البايت الواحد عبارة عن كام؟ 8 بت، يبقى 8 بايت في 8 بت يطلع لك كام؟ طول الكي كله 64 بت. امال ايه حكايه 56؟ 56 بيقول لك ان في كل بايت، في كل بايت في عندي 7 بت دول الاساسيين، عندي 7 بت وفي البت الاخير اللي هو الثامن ده ريزيرفد او محجوز الايه؟ لعمليه الباريتي. يعني ايه هي الباريتي؟ الباريتي هو ان انا اخلي عدد الوحايد في البايت كله، البايت كله او الحقل كله اخلي فيه عدد الوحايد فردي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو شفنا السبعة بت الاساسيين مثلا لقيناهم اربع وحايد، اربع وحايد وتلات اصفار. البت الاخير ده فور باريتي، يعني ايه فور باريتي؟ يعني يحافظ على عدد الوحايد في البايت كله يكون فردي. طبعا عندي كده كام واحد؟
عندي اربع وحايد وثلاث اصفار يبقى ده يكون بواحد. ليه؟ عشان يخليهم خمسه يبقى كده عددهم فردي. طيب لو كانوا مثلا ثلاث وحايد واربع اصفار، طالما عدد الوحايد هنا بقى فردي خلاص يبقى كده هخلي ده بصفر. يبقى الاساسي والثابت في الكي هو كام؟ 7 بت في كل بايت، في 8 بايت يطلع كام؟ 56. 56 بت و8 بت اللي هو بت في كل بايت، اخر بت في كل بايت ريزيرفد فور ايه؟ فور باريتي. ماشي، عشان بس ما تستغربش الكلام ده لما تلاقيه موجود في الكتاب. يبقى this a block cipher that uses 56 بت كي زائد 8 بت، قلنا بت من كل بايت ريزيرفد فور باريتي. The least significant bit of each byte is a parity bit. زي ما قلت لك هو اخر بت في كل بايت، اخر بت اللي هو البت الثامن من كل بايت ده ريزيرفد فور ايه؟ هو parity bit. Should be set such that there is always an odd number في رقم فردي في ايه؟ of bits اللي هو الوحايد يعني in each key byte. في كل بايت لازم يكون عدد الوحايد ايه؟ عدد الوحايد فردي. طبعا ده هيتحدد، انا اللي هيحدده لي رقم البت الاخير اللي هو متحرك ده، انا بغيره على حسب ايه؟ او السيستم بيغيره على حسب عدد الوحايد الموجودين في الايه؟ في السبعه بت التانيين. خلاص. طيب هنا بقى هنا بيقول لك ان السبعه دول بقى هم الاساسيين. only the seven most significant bits of each byte are effective for security purposes. ماشي كده، عشان كده بيقول لك هو 56 بت كي. طيب هو الدس يعني طور يعني بدايه شويه not considered a very secure. كل ما شوف هي قاعده في السكيورتي، كل ما الكي يقل طوله، يقول لحاجه يقل عدد البيتس بتاعت الكي، كل ما يكون اسرع كل ما يكون السيستم اكفأ في الشغل بيه، بس للسكيور يعني ما هوش مؤمن او ما هوش امن زي الكيز اللي بتكون اطول. على عكس الكيز اللي بتكون اطول برضه بتستهلك بروسيسنج باور اعلى وبيكون في نفس الوقت صعب. يعني ايه يعني؟ دي كل واحد له ميزه وله عيب. الكي القصير بيكون البرفورمانس بتاع الجهاز فيه كويس ان الكي قصير، وتاني حاجه ان هو البرفورمانس بتاع الجهاز بيكون زي ما قلت لك البرفورمانس بيكون كويس. تاني حاجه السكيورتي بتاعته بيكون اقل. اما اللونج كي بيكون ضربه صعب لكن بيستهلك بروسيسنج باور عاليه في الشغل بتاعه. فكل واحد فيهم له ميزه وله عيب. ف 56 بت كي ده يعتبر ايه؟ not considered a very secure encryption algorithm. بسبب ايه؟ السمول كي سايز. طلع على اساسه حاجه اسمها الاي دي اي اي، ده برضو الجوريزم يعتبر شبيه بالدس. ده شغال برضو بلوك صفر 128 بت كي. ده يعتبر شغال مع البروتوكول اللي هو او البرنامج اللي هو البي جي بي البريتي جود برايفسي. ده احنا كان المفروض نشوفه المحاضره اللي فاتت، هنشوفه ان شاء الله المحاضره الجايه لانه بعد ما مسطب عاوز يعمل ريستارت للجهاز وانا عندي هنا الديفريز شغال فانا ما سطبتوش هنا، فهنسطبه ان شاء الله وهنشوف المحاضره الجايه. خلاص ده مهم. ده كده في الصفحه دي اهم حاجه ان احنا عرفنا فيها الايه؟ الدس هو بلوك صفر شغال 56 بت كي. بعد كده التريبل دس. تريبل دس يعني ثلاثة في حجم الكي الواحد. فهو هنا الكي الواحد كان الدس كان كام؟ كان 56 بت. الثري دس 3 في 56 بت يطلع حجم الكي كام؟ 3 × 18 = 168 ايه؟ 168 بت كي. يبقى الكي في التريبل ديس كام؟ 168 بت، 3 كيز من الايه؟ من الديس العادي. خلاص؟ طبعا ده ماتش مور افكتيف زان الايه؟ زان الديس. وطبعا سلور ابطا لانه بيكونسيوم مور بروسيسنج باور. ترى كل ما الكي يطول كل ما هيستهلك مور بروسيسنج باور، كل ما تبقى العمليه ايه؟ سلور. كل ما الكي يقل كل ما هيكون less processing power، كل ما هيكون عملية ايه؟ faster لكن less secure، اقل في الايه؟ في السكيورتي عن اللونج كي. ماشي. طيب بعد التريبل ديس طلع لي الاي اي اس الادفانسد انكريبشن ستاندرد. ده برضو ده 128 بت بلوك صفر شغال بنظام بلوك صفر. احنا قلنا البلوك صفر يعني ايه؟ الداتا بتتقسم وهي داخل الشفر بتتقسم لايه؟ بتتقسم لبلوكس. خلاص ده الاي اي اس شغال بنفس النظام ده، والديس والتريبل ديس شغالين بلوك صفر. الاي اي اس 128 بت بلوك صفر اوفرز ديفرنت كي لينس. الكي بتاعه ال 128 دي بت دي حجم الايه اللي هي في الاول دي حجم البلوك. اما الكي لينس بتاعه 128 بت
و192 بت و256 بت بيسبورت الايه ال 3 كي لينسيتوس دول 192 بت 128 256 بت تمام. اما البلوك سايز بتاعه كام؟ 128 بت. طبعا ده ماتش افكتيف اند فاستر ذان الديسو 3 ديس ماتش افكتيف اند فاستر ذان الديسو 3 ديس مع انه اقل ساعات بيقل منه في الايه في الكيلنس, بس هما بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على يعني دايما بيطوروا في حته الايه الطول الكي المناسب مع البيست بيرفورمانس, هو ده اللي بيدوروا عليه. عشان كده دايما هتلاقي فيه انواع كتير من الحاجات دي كلها كانت عباره عن تحسينات وصول لحجم كي مناسب مع افضل اداء. خلاص الاي اي اس كونسيدرد امبريكابل يعني ما بينكسرش ماشي. في حاجات تانية زي التو فيش والبلو فيش. التو فيش ده بلوك سيفر برضو الكي سايز بتاعه لحد 256 بت. البلو فيش ده فاست بلوك سيفر ريبليس الاي اس تمام. الكي لينس بتاعه بادئ من 32 لحد 448 بت وشغال بنظام 64 بت بلوك, شغال بلوك سيفر برضو بحجم كام؟ حجم البلوك كام؟ 64 بت. وزي ما قلنا الانواع دي كلها عشان ما تستغربش ايه الانواع دي كلها, كلها عباره عن كانت عباره عن تحسينات في البرفورمانس مع الايه مع وصول لكي مناسب. برضو في عندي الار سي الرايفس سيفر ده بلوك سيفر شغال بفاريبل كي لينس من لحد 2040 بت. في منه كذا فيرجن بادئ من ار سي 2 لحد ار سي 6. الار سي 4 منه الار سي عموما كان شغال بلوك سيفر, الار سي 4 كان شغال ستريم سيفر. نقول ستريم سيفر اللي هو بيدخل الداتا كلها على الكي وشفرها كلها مره واحده. يوزد فريكوينتلي مع الاس اس ال, الاس اس ال هنشوف اخر الشابتر ده ونشوف استخدامه. الكي سايز بتاعه كان من 1 ل 256. الار سي 5 ده شغال بفاريبل فاريبل بلوك سايز من 32 او 64 او 128 بت. ده بلوك سايز. الكي سايز بتاعه من 0 لحد 2048 وسجلت 128. ار سي 6 128 بت بلوك والكي 128 الى البلوك من 128 بلوك سايز بتاعه من 128 ل 256 بت. خلاص دي كلها انواع بس هتعرف عليها كده تقراها بسرعه. طيب ده كده كان ايه؟ كان السيمتريك انكريبشن اللي هو السيمتريك اللي هو المتماثل اللي هو one key for encryption and the same key نفس الكي في الايه for decryption. الاسيمتريك بقى الغير متماثل two keys, واحد for encryption and the other for decryption. كل جهاز بيحصل على two keys او key pair زوج من الكيز, واحد public بيدي لاي حد وواحد private. القاعده اللي احنا عارفينها ان التو كيز اللي طلعوا مع بعض دول لو اي كي فيهم شفر داتا مفيش اي كي تاني يقدر يفكها الا الكي زميله اللي هو اتعامل معاه. خلاص دي قاعده الايه؟ قاعده الاسيمتريك انكريبشن. يبقى تو كيز, وان فور انكريبشن اند ذا اذر فور ديكريبشن. كان بيوز فور داتا انكريبشن فور ديجيتال سايننج. هنعرف يعني ايه ديجيتال سايننج, هناخده في المحاضره الجايه بعد الهاشنج ماشي. الاسيمتريك انكريبشن بقى هنا بيعمل لي بقى كونفيدنشياليتي بالتشفير واوثنتيكيشن ونون ريبيديشن. كل ده بيسبورتد بالايه اللي ده دي فيتشرز ما كانتش موجوده هناك فين في السيمتريك انكريبشن. لكن هياخد برضه هيفتقد لمزايا السيمتريك انكريبشن. السيمتريك انكريبشن كان سريع جدا تمام, ده بطيء بطيء جدا. الثاني كان يوصل تشفيره لحد 50 ميجا في الثانيه. الاسيمتريك انكريبشن من 20 ل 40 كيلو في الثانيه, ففرق شاسع بين الاثنين تمام. طيب فالاسيمتريك انكريبشن هو سلو كونسيوم مور بروسيسنج باور تمام, لكن ما عنديش مشاكل نقل الكي اللي كانت موجوده هناك. انا هنا عندي كل جهاز بيجنريت تو كيز او بيحصل على تو كيز, بيعين البرايفت معاه وبيحط البابليك في سيرتيفيكت ويديه لاي حد عاوز ياخده, او اي حد عايز يشفر له داتا يشفر له معاه البابليك بتاعه يشفر له بيه, وهو معاه البرايفت عينه هيفك بيه تشفير الداتا دي بس. فما عنديش مشكله في نقل الكيز زي اللي كانت موجوده فين في السيمتريك انكريبشن. الكيز زي ما قلنا بابليك كي, كل جهاز بيكون له كيز تو كيز او كي بير. البابليك كي نون اند كان بي سنت تو اني وان, اي حد ممكن يحصل عليه. هو in general في الـ في الـ في الـ في عموما البابليك كي بيستخدم في الايه في عمليه الايه في عمليه الانكريبشن.
يعني لو جاهزين أجهز وأجهز، عاوزين يبعتوا لبعض داتا مشفرة بنظام الاسيمتريك، ده معاه تو كيز، واحد بابليك واحد برايفت. بيبعت البابليك، بيحط البابليك في سيرتيفيكت ويبعتها لمين؟ ويبعتها لده. ده بياخد البابليك كي بتاعه بتاع الجهاز ده، يشفر له بيه ويبعت له الداتا ايه؟ داتا مشفرة. زي ما قلت لك قبل كده ان حتى الجهاز اللي يشفر ما يقدرش يفك تشفير الداتا. ليه؟ لان مش هيقدر يفكها الا البرايفت كي اللي اتصنع معاه، وبالتالي ما فيش حد يعرفه الا ده، ويبعت له الداتا اوفر انترنت عادي جدا، ما فيش اي حد يقدر يعمل لها اي حاجه، ولا اي حد يقدر يفك تشفيرها الا الجهاز ده، لان هو معاه البرايفت كي، زميل البابليك كي اللي شفر الداتا. خلاص، فالبرايفت كي يوز فور، البرايفت كي استخدامه بقى ايه؟ انه بيديكريبت، بيفك تشفير داتا اتشفرت بالايه؟ ده البرايفت. البرايفت بيفك تشفير داتا ديكريبت، داتا انكريبتد وذ ذا كورسبوندينج بابليك كي. كويس. او بيستخدم في حاجه اسمها الديجيتال سايننج. الديجيتال سايننج لو الجهاز ده او اي جهاز عاوز يبعت داتا لجهاز تاني ويمضي عليها، انت طبعا ملاحظ كده ان البرايفت كي ده متعان، محدش بيشوفه، ده حاجه خاصه بالجهاز ده. فالجهاز ده لو عاوز يبعت داتا سايند يمضي عليها انها طالعه من عنده ويثبت فعلا ان هي طالعه من عنده، فبيعمل حاجه اسمها ديجيتال سايننج بالبرايفت كي بتاعه، بالبرايفت الكي الخاص بيه هو اللي هو عينه محدش بيشوفه. تمام. تفاصيل الديجيتال سايننج ده هناخده زي ما قلت لك، هناخده بعد موضوع الهاشنج، يعني المحاضره الجايه هتكون هاشنج وديجيتال سايننج، هناخد فيها بالتفصيل عمليه الديجيتال سايننج دي بتحصل ازاي لداتا معينه. انا عايز ابعت ملف، والملف ده عاوز امضي عليه، يا ترى الامضاء عليه بتتم ازاي وتفاصيلها ايه؟ يا ترى هل هي امضاء من بتاعتنا قلم ويمضي عليها، ولا تشفير، ولا ايه شكل، ايه شكل عمليه الديجيتال سايننج دي وازاي بتحصل؟ هنشوفها ان شاء الله في المحاضره الجايه. خلاص. طيب، طبعا زي ما شفتوا احنا عارفين ان البرايفت كي كيبت ان ا سيكيور لوكيشن، ده بيتسيف جوه الكمبيوتر في البروفايل بتاع اليوزر، بيسيفه في مكان معين ما فيش حد بيوصل له. خلاص. طيب، A signature is authenticated by decrypting the signature with the sender's public key. طبعا ده بيساين الداتا او بيمنع الداتا ويبعتها للايه؟ للجهاز. طبعا الجهاز ده ما معهوش منه غير البابليك بتاعه، فعن طريق البابليك بتاعه بيقدر ايه؟ بيقدر يفك السيجنتشر ده ويتعرف منه ويتاكد فعلا ان الداتا دي فعلا الشخص ده هو اللي بعتها، لان مفيش كي يفك الداتا الا البابليك بتاعه، وبالتالي هو فعلا هو اللي كان مطي عليها بالبرايفت بتاعه. خلاص. A signature is authenticated by decrypting the signature with the sender's public key. وزي ما قلنا هنشوف بعد كده عملية الديجيتال سايننج دي بتتم تفصيلا، بتتم ازاي. طيب، أمثلة بقى الاسيمتريك الجوريزمز، عندي حاجة اسمها الاي بي سيك. اي بي سيك ان شاء الله هناخده بالتفصيل في الشابتر الجاي مع الفي بي ان. الاي بي سيك هو نتورك كلير تانلينج بروتوكول، شغال في تو مودز. لو عندي جهازين اهم، عاوزين يبعتوا لبعض الداتا اوفر النتورك مشفره، فممكن الاثنين يستخدموا بروتوكول اسمه الايه؟ الاي بي سيك. الاي بي سيك هو بروتوكول بيبدا يشفر الداتا من اول لير 3، يعني اول لير 7، لير 6، لير 5، لير 4. الاي بي سيك موجود هنا مع الايه؟ مع الاي بي في لير 3، يبدا هو يشتغل من هنا، يعني الباكت نازله كده مش مشفره، توصل لحد لير 3 يبدا الاي بي سيك يشتغل عليها. طيب، هيشتغل عليها في نظامين اثنين، في وضعين اثنين، او في تو مودز. يا اما الاي بي سيك ياخد الداتا يشفرها قبل ما يتركب لها السورس اي بي والديستنيشن اي بي، يعني هيشفر البيلود بس، يعني الباكت اهي، هيبدا الاي بي سيك يشتغل عليها من قبل ما يركب لها الهيدرز، يعني يشفرها كده، وبعد كده يركب لها الايه؟ السورس اي بي والديستنيشن اي بي، وتمشي كباكت عادي جدا. خلاص. يبقى الاي بي سيك شفر فين؟ شفر البي لود بس. او في الوضع الثاني اللي هو الاي بي سيك بيسيب الباكت لحد ما يركب لها سورس اي بي وديستنيشن اي بي، وياخد ده كله، يعتبر ده كله كبي لود، ويشفره ويتركب لها هيدر جديد عشان تتنقل ايه؟ اوفر الانترنت. خلاص. طبعا الكلام ده بيحصل بالجيت واي، هنشوف بس السلايدز بتقول ايه. الاي بي سيك هو نتورك كلير تانلينج بروتوكول راننج ان تو مودز. اول مود اللي هو التانل مود. التانل مود يوز بتوين تو سكيورتي جيت وايز، تو سكيورتي جيت وايز، ودول اللي بيعملوا الحلقه الثانيه اللي قلت لك عليها.
اللي هي دي، يعني عندي ادا كمبيوتر وادا كمبيوتر وادا راوتر وادا راوتر. الراوترين دول واصل بينهم الايه؟ واصل بينهم الانترنت، تمام. فالمنطقه دي هي اللي نوت سكيور، فانا مش عارف الترافيك يتشفر من هنا لهنا، ان المنطقه دي منطقه امنه، ده احنا كده في اللوكال نتورك، مش عايزين تشفير وفك تشفير على الفاضي، وكذلك هنا جوه اللوكال نتورك، تمام. فاحنا بس محتاجين احنا نشفر في المنطقه المهمه، وبالتالي هنا الاي بي سيك هيشتغل في النظام التنل مود اللي هو بين تو جيت ويز، اللي هو الايه؟ اللي هو الباكت ماشي عادي خالص بسورس اي بي وديستنيشن اي بي، طالع من الجهاز ده غير مشفره، وصلت الراوتر، الراوتر بياخدها كلها يعتبرها كلها كباي لود كلها بالسورس اي بي وديستنيشن اي بي بتوعها، ويركبها هيدر جديد تمشي بيه على الانترنت، بيتعملها راوتنج بيه اوفر الانترنت، تمام. ولما توصل للجهاز الثاني هيفك الهيدر بتاعها ويحولها ايه؟ كداتا عاديه، خلاص. فده بيسموه الايه؟ التانل مود. ففي التانل مود يوزد بتوين تو سكيورتي جيت ويز، اللي هم الراوترين مثلا او اي جهازين مواجهين للانترنت، اور بتوين ا هوست اند ا سكيورتي جيت واي. لو كلاينت من الكمبيوتر بتاعه هيكونكت دايركت على ايه؟ على على راوتر مثلا اوفر الانترنت، هيستخدم الاي بي سيك ساعتها، هيستخدمه فين؟ في التانل مود برضه، عشان الجهاز ساعتها هيشفر ايه؟ هيشفر الباكت اللي طالع على الانترنت، خلاص. هنا المهم في الموضوع ان الاوريجينال اي بي باكت، تعرف ان الاوريجينال اي بي باكت اللي هي اصلا كانت طالعه من الجهاز بتتشفر از انكريبتد، وبعد كده بيتعمل لها انكابسوليشن في ايه؟ في اي بي باكت جديده، عشان تتعمل لها راوتنج اوفر الانترنت، لان هو خلاص طمس الاي بي السورس اي بي ديستنيشن اي بي اللي كانوا في الباكت الاصليه، وبالتالي عاوز يعمل لها راوتنج، عاوز يطلعها على الانترنت، فبيركب لها هيدر جديد. فالمهم ان الاوريجينال اي بي باكت از انكريبتد، خلاص. اما في الترانسبورت مود، في الترانسبورت مود ده بيبروتكت ذا باي لود اوف ذا باكت، خلاص كده بيسيب الباكت الاصليه اللي جايه زي ما هي، تمام، وتطلع بالسورس اي بي والديستنيشن اي بي اللي هي طالعه بيهم من الجهاز الاصلي، وتطلع تمشي بيهم اوفر الانترنت، ما بيحتاجش ان هو يركب لها هيدر جديد، خلاص. بروتكت ذا باي لود بس اوف ذا باكت بات ليف ذا اوريجينال اي بي ادرس ان بلين تكست. طبعا الاي بي سيك احنا قلت لك هناخده في الشابتر الجاي، شابتر 8، مع الايه اللي انا واحنا بندرس الاي بي سيك في بي ان. ذا اوريجينال اي بي ادرس از يوزد تو روت الباكت، هنا بقى هنا بيستخدم الاوريجينال اي بي اللي هو كان في الباكت الاصليه اصلا تو روت ذا باكت ثرو ذا انترنت، وده يوز بتوين هوستس، لو عندي جهازين اتنين بيكلموا بعض اوفر الايه؟ اوفر الانترنت، فالباكت اللي طالع من الجهاز الاصلي بتفضل ماشيه زي ما هي، بيتشفر بس الايه؟ البيلود بتاعها، وبيسيب الهيدر بتاعها عشان يتعمل لها راوتنج من خلاله، خلاص. المهم ده بروتوكول من ضمن البروتوكولات اللي بيستخدم الايه؟ اللي بيستخدم الاسيمتريك الجوريزم، ماشي كده؟ طيب، يبقى من اول البروتوكولات اللي بيستخدم الاسيمتريك الجوريزم هي الايه؟ هي الاي بي سيك. في عندي تاني بروتوكولات بيستخدم الاسيمتريك اللي هو تو كيز فور انكريبشن اند ديكريبشن، الاس اس اتش خدناه طبعا، درسناه في شهاده سي سي ان اي سكيورتي، خدناه تقريبا في شابتر 4. الاس اس اتش سكيور فيرجن اوف تيلنت، احنا عارفين الكلام ده، بيستخدم بورت 22، ده بيعتمد على البابليك كي كريبتوغرافي فور اس انكريبشن. لو تلاحظ ان احنا لو تفتكر اول ما شغلنا الاس اس اتش كان على طول عمل جنريشن للكيز، لانه هيجنريت تو كيز، واحد بابليك والتاني برايفت وهكذا. ال SSH فيرجن 2 طلع منه اصدار تاني اللي هو السكسيسور تو ال SSH، طبعا ده مور سكيور اند افيسنت عن الايه؟ عن ال SSH العادي. حتى لو تفتكر يوم لما شفنا الفيرجن بتاعته كانت 1.9، يعني ايه؟ يعني فيرجن 2، تمام كده. فده ال SSH راجع شابتر 4 هتلاقيه مشروط. ال SSL برضو من ضمن الالجوريزم اللي شغاله بالايه؟ بال asymmetric encryption او الاسيمتريك الجوريزمز، اللي هو بيستخدم تو كيز فور انكريبشن اند ديكريبشن. الاس اس ال، الاس اس ال بقى ده خاص بالايه؟ بالداتا اوفر انترنت، بالمتصفحات، المصفح اللي عاوز يحمي الداتا، البراوزر اللي عاوز يحمي الداتا اللي اليوزر بيبعتها اوفر انترنت، فعشان كده تلاقيه بيلت ان دايما نازل في اغلب المتصفحات. الاس اس ال السكيور سيكت لاير ده انكريبت الداتا من اول لاير 4، بيبدا يشفر الاي بي سيك كان بيبدا يشفر من اول لاير 3. ال SSL بيبدا يشفر من اول لير 4 اند اباف، من اول الداتا كلها من اول لير 4 وانت طالع فوق اكروس، عشان يبعتها فين؟ يبعتها اوفر الانترنت. عشان كده دايما تلاقيه بيلت ان بالذات البروتوكولات دي او الالجوريزم دي تلاقيها موجوده في المتصفحات. يوزس بيستخدم ار اس اي اللي هو النظام التشفير اللي هو الاسيمتريك اللي هو الرايفس شامل وادلمن، هنشوفهم انكريبشن اند ديجيتال سيرتيفيكت، ان الجهاز او زي ما قلت لك كل جهاز بيبقى معاه تو كيز،
واحد برايفت وبيعينه وبيخبيه عنده، البابليك بيبعتهم. بيبعته ازاي؟ بيتحط في سيرتيفيكت تمام او ديجيتال سيرتيفيكت ويبعته له ايه، ويبعته للجهاز التاني. فلما جهازك يجي كونكت على موقع معين ومش معاه السيرتيفيكت بتاع الموقع ده، فبيقول الموقع بيريكوست السيرتيفيكت من الموقع ده، ويدينا السيرتيفيكت بتاعتك عشان اخد البابليك كي بتاعك منها وابدا ابعت لك بيها، ابدا اشفر الترافيك اللي بينه وبينك. كونكت على موقع زي باي بال او غيره، فانت بتبعت سنسيتيف داتا، فمحتاج انك انت تشفرها من خلال متصفح. فمتصفح شغال اس اس ال او تي ال اس، يبدا يريكوست السيرتيفيكت من الويب سايت ده، ياخد منها البابليك كي بتاعه ويشفر له بيها الداتا ويبعتها له. تمام. فهنا بيستخدم الايه، بيستخدم ار اس اي انكريبشن اند ديجيتال سيرتيفيكتس. اللي اخترعه كان اوريجينال ديفلوبد باي نتسكيب، شركه نتسكيب هي اللي عملت اس اس ال، دكتور طارق جمل كان مصري، هو شغال في نتسكيب، اند هاز بين يونيفرسالي اكسبتد اون ذا ويب. خلاص. ريبليسد اللي شاله مين؟ اللي طلع بعده او التطور اللي طلع بعده هو التي ال اس. تي ال اس اللي هو ترانسبورت لير سكيورتي، ده برضه شغال ار اس اي الجوريزم بالكي بت، الكي بتاعه لحد من اول 1024، شغال ب 1024 و 2048 بيتس. طبعا ده ريبليس للايه؟ الاس اس ال. بس اعتقد ان هم الاثنين شغالين مع بعض. يعني لو شفت الفايرفوكس او اي متصفح اكيد هتلاقيهم الاثنين موجودين. لو شفنا الاوبشنز كده ادفانسد في الانكريبشن هتلاقي الايه؟ هتلاقي البروتوكولز الموجوده في الاس اس ال اهو والتي ال اس، الاثنين ايه؟ الاثنين موجودين. ماشي كده. الديفي هيلمان يعتبر حلل مشكله الشيرد كي اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو السيمتريك في عمليه نقل، قلنا عمليه نقل الكيس كانت مشكله، لان السيمتريك كي هو نفس الكي يستخدم فور انكريبشن وذا سيم كي از يوزد فور ديكريبشن. تمام. فالديفي هيلمان طلع لي، ديفي هيلمان دول اخترعوا لي معادله اقدر من خلالها اخلي جهازين اتنين موجودين في مكانين مختلفين ان هم يجنريتوا نفس الكي بمعادلات مختلفه وبطريقه امنه. تمام. طيب هي دي بقى المعادلات اللي انا عاوز، او المعادله اللي عاوز تركز معايا فيها عشان نشوف ازاي الديفي هيلمان هيقدر يجنريت الايه، الشيرد كي ده. تمام. هنا بيستخدم uses as a key exchange protocol. تمام. في الاس اس ال والاي بي سيك. تمام كده. احنا قلنا من شويه ان الاي بي سيك مثلا او الاس ال قلنا الحاجات دي شغاله اسيمتريك، ودلوقتي بنقول ان الديفي هيلمان ده هيجنريت السيمتريك كي، يعني ذا شيرد كي. شيرد كي يعني سيمتريك، واحنا من شويه قلنا الاي بي سيك شغال سيمتريك، هو شغال اسيمتريك. هو الاي بي سيك دلوقتي شغال اسيمتريك ولا سيمتريك؟ ده ممكن يكون سؤال يتوجه لك مباشر من في انترفيو او في اي حد يسالك، يقول لك الاي بي سيك شغال سيمتريك ولا اسيمتريك. الاي بي سيك شغال الاثنين، او شغال بيشتغل الاثنين في مكانين مختلفين. الاي بي سيك شغال، طبعا لما قلنا هناخده في شابتر الجاي هناخده في شابتر الجاي بالتفصيل، الاي بي سيك شغال اسيمتريك في عمليه السكيورتي اسوسيشن اوثنتيكيشن، وشغال سيمتريك في عمليه نقل الداتا او في حاله تشفير الداتا نفسها. قلنا هناخده بالتفصيل، بس عاوزين نشوف الديفي هيلمان ده او الاثنين علماء دول ازاي طلعوا لي معادله من خلالها اقدر ان انا اجنريت شيرد كي وجهازين اثنين في مكانين مختلفين، وازاي هم الاثنين هيطلعوا نفس الكي. هنشوف الكلام ده في المعادله الجايه او في الصفحه الجايه دي. زي مثلا عندي انا جهازين بي سي 1 وبي سي 2، الجهازين دول في مكانين مختلفين وعاوزينهم الاثنين يجنريتوا او يطلعوا لي نفس الايه، يطلعوا لي شيرد كي يستخدم في عمليه الانكريبشن بينهم، ومفيش اي حد يقدر يوصل للايه، يقدر يوصل للكي ده، يبقى سر بينهم وازاي يقدروا يطلعوه. طيب اول حاجه الجهازين هيتفقوا على تو شيرد نمبر، تو شيرد نمبرز هيتفقوا على رقمين كده، رقمين دول بينهم الرقمين دول شويه شيرد. يعني ايه شيرد؟ يعني مفيش مانع ان اي حد يشوفهم او اي حد يتعرف عليهم، مش مشكله، بيبعتوهم لبعض كده عادي. احنا نتفق على رقمين اللي هم الانتجر والبرايم، الرقمين دول ممكن اي حد يشوفهم ويبعتوهم بينه وبين بعض. انت خد، احنا اتفقنا على ان الانتجر والبرايم اللي هو الجي والبي هيكونوا مثلا، سي مثلا عندنا في المعادله دي 5 و23،
ده لو اي هاكر شافه ما عندهمش مشكلة ان هاكر يشوفه، بس كل واحد فيهم بيختار له رقم اكس خاص بيه ويعينه عنده. بي سي 1 اختار رقم اكس او الاكس بتاعه اختار رقم 6، خلي بالك ان بي سي 2 ما عرفش حاجة عن 6 ده، وكذلك بي سي 2 اختار رقم 15 او الازرق ده، وبي سي 1 ما عرفش حاجة عنه. فالاثنين شيروا بينهم تو كيز او رقمين اللي هم الانتجر والبرايم اللي هم ال 5 و 23 في مثالنا ده، وده برضو عنده الجي والبي 5 و 23. ده اختار لنفسه رقم سري هو رقم 6 اللي هو الاكس بتاعه رقم 6، وده اختار لنفسه رقم اكس الاكس بتاعه كام؟ 15. الاثنين بناء على التو شيرد كيز دول، الرقمين الشيرد دول والبرايفت بتاعه، هيرنوا نفس المعادله ويطلعوا ايه؟ ويطلعوا رقمين، كل واحد يطلع رقم مختلف عن الثاني. المعادله بتقول ايه؟ المعادله بتقول ان الجهاز بي سي 1 ده بيقول انا معايا رقمين اهم 5 و23، والجهاز الثاني معاه نفس الرقمين ومعايا رقم سري خاص بيا لو رقم 6. هرن المعادله اللي بتقول واي بتساوي جي اس اكس مود بي، تمام؟ فالرقم ده بي سي 1 هيرن المعادله دي، وبي سي 2 هيرن نفس المعادله. بي سي 2 هيقول انا هطلع رقم سري بناء على الارقام اللي معايا دي. الرقم ده عباره عن ايه؟ عباره عن جي اس الاكس بتاعته اللي هي 15 مود البي اللي هي 23. طبعا 23 والخمسه دول ثابتين على ايه؟ على الاثنين. طيب تعالى كده نشوف الاله الحاسبه ونحسب معاهم. الجهاز الاول بيقول ايه؟ هيقول جي اس اكس، اكس بتاعته اللي هي اكس 1 مود بي. الجي هنا بكام؟ قلنا الجي ب 5، والاكس 1 بتاعته بكام؟ ب 6. مود البي بي بكام؟ 23. يعني جي يعني 5 اس 6 مود 23. 5 اس 6 اكس اس واي 6 ماشي مود ال 23 يطلع لي بكام؟ يطلع لي ب 8. يبقى ده طلع رقم سري، طلع رقم كام؟ طلع رقم 8. طيب الطرف الثاني نفس المعادلة، هيقول الرقم السري بتاعي هيطلع كام؟ هيطلع 5 اللي هي جي أس الإكس بتاعته أس الرقم السري بتاعه جي أس إكس مود البي. الجي هنا كام؟ 5. هنا الجي ثابتة بالاثنين، الجي 5، 5 أس كام؟ أس البي بتاع أس الإكس بتاعته كام؟ 15. ها خمسة أس 15، بعد كده مود 23 يطلع لي كام؟ 19. كويس، ده رن المعادلة دي طلعت له ب 8، وده رن المعادلة دي طلعت له بكام؟ طلعت له ب 19. يبدأوا يبعتوا لبعض الرقمين دول برضه بابليك اوفر انترنت عادي، مفيش أي مشكلة عندهم إن أي حد ياخدهم. ده رقمين، ده يقول له خد ال 8 بتاعتي أهي، بقت الواي يعني البي سي 2 خد الواي، خد الواي بتاعت جهاز بتاع بي سي 1 اللي هي واي 1، وبي سي 1 خد الواي 2 او الرقم اللي طلع من جهاز بي سي 2 اللي هو كام؟ اللي هو 19. خلاص كده؟ طيب بعد ما تبادلوا الارقام دي، ده خد 8 وده خد 19، يبداوا يعيدوا نفس المعادله دي، بس هيشيل الجي ويستبدلها بالرقم اللي خده من الجهاز الثاني. يعني ايه؟ يعني زد بقى اللي هو رقم اللي هو الشيرد كي اهو، اللي هو الرقم النهائي، هيطلع بي سي 1 هيطلعه عباره عن ايه؟ عباره عن واي 2 اللي هو الرقم اللي استقبله من بي سي 2 اللي هو رقم 19 اس اكس 1، اكس 1 زي ما احنا في المعادله الاولى، يعني هنا في المعادله عادي خالص هنشيل بس الجي ونحط مكانها واي 2، وهنا برضه هيشيل الجي ونحط مكانها واي 1، هي تمام؟ هيقول بقى ايه؟ زد، يبقى هنا بي سي 1 الرقم النهائي عباره عن ايه؟ عباره عن واي 2 اللي هو 19 اس اكس 1 اللي هي كام؟ هي 6، يبقى 19 اس 6 مود البي، البي ثابته هي كام؟ 23. يطلع لي كام؟ يطلع لي 2. تعالى نحسبها كده، ادي 19 اس 6 اكس اس واي 6 مود 23 طلعت لي كام؟ طلعت لي 2. تعالى الجهاز الثاني اللي هو بي سي 2 خد ال 8 بتاع بي سي 1، تعالى بقى نحسب نفس المعادلة برضه، جي مش جي بقى، واي بتاع الجهاز الأولاني أس إكس 2 اللي هي الرقم السري بتاعه مود البي اللي هو 23، يبقى 8 أس 15 مود 23. نحسبها
8 اكس اس واي 15 مود 23 طلع كام؟ طلع 2. يبقى هما الاثنين قدروا يطلعوا نفس الكي ده كده عملوا جنريشن للشيرد كي عن طريق تو شيرد كي وكل واحد يختار له رقم سري عنده وتبادلوا ارقام معينه طلعوا الايه وصلوا في الاخر للايه للشيرد كي. نعيدها بسرعه. طيب الجهازين دول عاوزين يطلعوا كي واحد بمعادلات معينه بحيث ان مفيش اي حد يقدر يعرف الكي ده. هيعملوا ايه؟ اول حاجه يتفقوا على تو شيرد كي الانتجر والبرايم اللي هم مثلا 5 و23 ثبتوا الاثنين هيثبتوا ان الجي 5 والبي برايم 23 وكل واحد يختار له ايه رقم سري خاص بيه ويخليه عنده اللي هو اكس. البي سي 1 يختار مثلا اكس 1 اللي هو رقم 6. البي سي 2 هيختار او الجهاز الثاني هيختار رقم ثاني هيسميه يدي مثلا قيمه 15 مثلا. طبعا انت ممكن تنفذ الكلام ده بارقام ثانيه خالص وتطبق نفس المعادلات ونشوف نتيجه في الاخر هتلاقيهم برضه طلعوا ايه طلعوا بنفس الكي. المهم كل واحد فيهم هيحسب حسبه على ايه على رقمين الشيرد دول والرقم السري بتاعه. المعادله دي عباره عن ايه؟ عباره عن بتقول ان انا هطلع رقم الرقم ده مفاده او المعادله اللي بتجيبه عباره عن جي الرقم جي اللي هو الانتجر اس اكس اللي هو الرقم السري بتاعه مود البي. وكذلك الطرف الثاني هيعمل نفس المعادله الجي اللي هم متفقين عليه اس الاكس بتاعه اكس اللي هو الرقم السري بتاعه مود البي اللي هو الايه اللي هو البرايم ده برضو الرقم اللي السري بينه. تمام ده حسب المعادله دي طلعت 8 طلع رقم 8. ده حسب المعادله دي على الرقم السري بتاعه طلع كام؟ طلع 19. يتبادلوا مع بعض الارقام دي ال 8 و 19 تمام. طيب ويرنوا نفس الايه نفس المعادله ثاني مع استبدال الايه مع استبدال الجي بالرقم اللي استقبله من الجهاز الثاني. خلاص يبقى الجهاز اللي هو بي سي 1 هياخد الواي اللي هي طلعت واي 2 اللي هي دي واي 2 اس الاكس بتاعته اللي هي كام؟ اللي هي 6 مود البي اللي هي 23 يبقى 19 اس 6. هتقول لي طب ما ده ممكن لو هاكر ممكن يعمل كده. لا الهاكر ما يعرفش الستة دي هي اللعبه كله على السيكريت نمبر ده. يعني الهاكر ما هو لو قلت لك 6 ده سيكريت حتى بي سي نفسه ما يعرفش حاجه عن الستة دي. وكذلك اللي هو بي سي 2 بي سي 1 ما يعرفش حاجه عن 15 فدي سيكريت بين الاثنين واللعبه كله على دي. خلاص فهنا الزد او الشيرد كي هيطلع ايه؟ هيطلع 19 اس 6 اللي هو الاكس مود ال 23 هو البي يطلع كام؟ طلع 2. تمام البي سي 2 هيرن نفس المعادله هياخد الواي 1 الواي اللي طلع من جهاز 1 اس الرقم السري بتاعه 15 مود ال 23 هو البي يطلع كام؟ يطلع رقم 2. انت غير الارقام دي خالص طبق نفس الكلام ده اعمل نفس معادلتك اقعد مع نفسك كده طلع ارقام غير اللي انا كاتبها دي خالص طلع اكسات غير اللي انا كاتبها دي خالص ورن المعادلات دي كلها من تاني وفي الاخر هتلاقي طلع نفس الايه نفس الشيرد كي. وخلي بالك ان الموضوع كله معتمد على ايه معتمد على الرقم السري اللي هو ده كل جهاز فيهم عينه نفسه حتى الطرف التاني ما يعرفش عنه حاجه. المهم في الاخر بيطلع ايه بيطلع نفس الايه نفس الشيرد كي. خلاص كده زي ما قلت لك مع نفسك كده بالراحه واحده واحده معاك الاله الحاسبه وغير الارقام دي خالص لحد ما تتقن المره وتعرف ازاي الديفي هيلمان او الديفي وهيلمان ازاي قدروا يطلعوا معادله تخليني اقدر اجنريت اشيرد كي اوفر نون سيكيور نتورك. خلاص كده طيب اعتقد كده يبقى كده شفنا انواع التشفير اللي ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هنتكلم فيها هكون بكره ان شاء الله هنتكلم عن ناخد الهاشنج والديجيتال سايننج وتكون المحاضره اللي بعدها ان شاء الله الاخيره اللي هي الايه البابليك كي انفراستراكشر او البي كي اي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.